فهي الصحبة في بدايتها أخذناها من الآيات ومن الحديث. نعملنا إن شاء الله جلسة ثانية عشان ما نقطع نص الطريق، جلسة ثانية ما هي آداب الصحبة وثمرات الصحبة، بدنا ناخذ فيها آدابها وثمراتها وإنتاجها، وأنت شو نفعك منها. إذا الله أحياني الجلسة الآتية إن شاء الله نبدأ فيها بتوفيق الله عز وجل، حتى تتذوقوا يا أخواني الإيمان من طريق الصحبة. وثقوا والله يا أبي، لو أن أخ أو مسلم لو تعبد 60 سنة وما صلوا صحبة وأخوة ما تذوق. إذا كان سيد الخلق يا أبي رسول الله، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. النبي عم يطلب حب من يحب الله. انت صار لك محب لله؟ لا. سأل ابوك له محب لله في الله؟ لا. لك صلى طيب وركع، لكن هل صلاته نهته يوما عن الفحشاء والمنكر؟ ممكن يقع فيه كثير. اما المؤمن لا، المؤمن في حماية الله، في حماية ذكر الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله يعني في النهي أكبر، بينها أكبر. فواحد عم يذكر الله بيعمل خطيئة، عم يذكر الله بيعمل معصية. ذكر الله حماية، الله يحميكم يا ابني باسم الله، ويجعل قلوبكم قلوب عاشقة لله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الصادقين في صحبتنا، المخلصين في محبتنا، أن يرزقني وإياكم كمال التقرب إلى الله وكمال المحبة لله. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. هاي قبل 5 دقائق مشان ما تتأخروا، بس بكروا مشان نبدأ 6:45، بتبكروا شوية ان شاء الله. كل اربعاء حيصير الجلسة، كل اربعاء ان شاء الله. بدكم تذكير؟ ما بدأ تذكير إن شاء الله. غفر الله لكم، ومع سلامة الله لكم جميعا.